انا عايزه اخد بقى احمد في حته كده، ومش كل الناس تعرف ان هذا الفنان الجميل مبدع في الرسم والمبدع في الفن هو ابن لفنان جميل واول حد اثر في حياتك اعتقد، فكلمنا بقى شويه من هو والد الفنان والنجم احمد فريد من غير زعل ومن غير انا اسفه. طيب لا انا اوكي ممكن احكي لنا بقى. بابايا الله يرحمه هو اعظم بني ادم في الدنيا بالنسبه لي. هو مدرستي اللي انا يعني فتحت عيني وتعلمت عنده كل حاجه. هو اللي حط البذره، يعني زرع بذره شايفها ان هي طيبه وربنا على الطيبه، وبشوف ان هو ده اعظم كنز انا ورثته من بعده. طبعا الدموع عشان هو توفى في شهر 10 اللي فات، فلسه يعني ذكرى قريبه تعيش وتفتكره وتفتكر له كل حاجه حلوه علمها لك ومبادئك الجميله. وفنان تحيا بيها لحد عظيم طبعا، وفنان عظيم طبعا. يمكن عشان انا متابعه ده، لان والدي توفى في نفس اليوم 26 فعلا. وعارفه يعني انه تاثير الاب، بس الله يرحمه طبعا، بس هو لسه عايش جواك جدا. اتعلمت منه كتير، كان دايما في الابهات بيجي دايما في جمل بيلقنها لك ويأكد عليها طول الوقت، بتبقى خلاصة خبرته أو تجربته في الحياة. كان دايما بيقول لك إيه أو بيوصيك بإيه؟ هو طريقة تربيته ليا كانت مختلفة. أولا علاقتي بيه علاقة روحانية جدا، هي مش فكرة علاقة أب وابن خالص يعني. وأكيد في فينا طريق يعني الكونكشن ده موجود اكيد، ممكن في حتى في اللوحات وحتى في شغله. في الصوره مع الوالد طبعا. هو انت احكي لنا برضو، لان الناس ممكن تبقى عارفه اسم الوالد لكن ما تعرفش ان هذا الاسم هو الفنان الرسام الكبير. انا بحبه جدا حب غير طبيعي، وكانه هو لسه عايش معايا لحد دلوقتي. بابا فنان تشكيلي ويعتبر من رواد الفن التشكيلي في مصر، وان شاء الله انا شغال على مشروع مهم جدا هو احياء تاني اعماله الفنيه. الله، دي اهم حاجه تعملها. وده هو هديتي ليه من وهو على قيد الحياه واحمد بيعمل كده. طب كويس قوي. بالظبط، وانت عشان تساعده يعني. وانت جيتي معرض بابا الله يرحمه. كنت اتكلمنا عن العلاقه الروحيه يعني بين اب وابنه. بالظبط، وده باين في لوحاتك دايما، تقول الروح والنور اللي بيطلع من هو سبريتش. هو شخص روحاني بشكل غير طبيعي. ازاي يعني ازاي ثقافتك على الحته دي؟ لا يعني هادي، حليم جدا، طيب طيبه غير طبيعيه. عمره ما اتخانق معاك؟ انت شاب بقى وكنت عامل مهرجانات برضه؟ لا لا لا، علاقتي بيه ده هو بالعكس، هو متقبل اي شيء يعني. هو الشخص اللي يتقبل يعني، هو بيحبني بدون شروط. بدون بس شروط. اكيد كنت بتغلط يعني، كان بيتضايق منك، كان بيعبر لك عن زعله ازاي؟ لومه دايما من بعيد جدا يعني، عمر ما كان يوجه لي اعمل وما تعملش. يمكن عارف انك شخصيه حساسه، ممكن ما تستحملش. كان دايما ممكن يكلم ماما يقول لها مثلا، بس ما يكلمنيش، يخاف ان العلاقه اللي ما بيني دي يخاف ان انا ازعل. يا سلام على الجمال. عمره ما كان يوجه لي لوم مباشر او عتاب مباشر. وحبيبي هي رقه فنان. هو كمان رومانسي جدا. احنا كنا بنعكسه في المعرض. أيوة. احنا كل البنات اللي كانت موجوده قعدنا، سيبنا احمد وصديقنا واخونا وقعدنا نعكس والده، وطنطه واقفه برضو يعني. أيوة. رحمه ونور عليه الله يرحمه. فانا لو اتكلمت عليه مش يعني كلامي مش هيخلص، لان انا بحب اجيب سيرته، بحب اتكلم عليه. ودايما بدعي له، وكل الناس اللي بتشوفني يا ريت تدعي له وتقرا له.